تتبين لي ما اللي تكلمتي عليه استاذة خديجة من قبل انه هذا الشيء ديال توفيق بو 20 كينصهر في واحد السياق اللي كنعتبره حتى نتوما خطير. اولا انا عندي واحد الموقف اللي يمكن يصدم البعض هو انه كنعتبر ان تكون هناك اقليات اجتماعيه اللي كيورا عقود تكون مضطهده وكيجي واحد الوقت اللي تبدا تعطى الحقوق ديالها كيكونوا انفلاتات. مثلا في القضيه ديال هادشي ديال ميتو وديال المراه كاينين انفلاتات، كاين رجال اللي يمكن مشاو للحبس اللي يمكن دانوا وهما ما دايرين والو. تنعتبر انه ولو اننا خصنا ندو بهاد الانفلاتات تتوقع هاد الانفلاتات ملي كنقرروا ان نعطوا حقوق لواحد الاقليه ولا واحد الفئه اجتماعيه اللي كانت مضطهده من قبل. الحال انه هاد الحاله هادي الحاله بو 20 ما كينطبقش عليها هاد الكلام اللي قلت. لماذا؟ لسببين رئيسيين. السبب الاول هو انه حمايه المراه كانت ذريعه للسلطويه في المنطقه وهادشي خصنا نستحضروه، وهذا هادشي معروف مدروس ومعروف هو انه كاين هناك واحد السياسات ديال كيوهموا بها النخب الحاكمه السلطويه ماشي غير الغرب ولكن حتى طرف من النخب ديال البلدان ديالهم، انه من الاحسن اولا نبداو بالحقوق الاجتماعيه والحريات الاجتماعيه وعاد غادي من بعد ندوزو للحقوق السياسيه. هذه بن علي هادشي اللي كان كيدير، ومازال الان بزاف ديال الحكام السلطويين كيديروا هاد المساله هذه. وتنعرفوا ان هذا ما كيخدمش مصالح هذه الفئه الاجتماعيه ولا هذه الفئات ولا هذه الفئات حتى بالنسبه للمراه او الاقليات، وانه هذا استعمال شبه حمايه هذه الفئات هي غير ذريعه للتمسك باساليب سلطويه. هذه من جهه، وهذه الحاله هذه قائمه في المغرب. وانه انا نقول لكم من المسائل اللي صدمتني كثيرا كان نقاش عليها ولكن تنعتقد انه ما كانش نقاش اعمق، هو داك الشيء اللي كان وقع بهشام المنصوري. تناولوا الفطور ودخلوا عليهم وجلسوهم في الفراش ودخلوا عليهم بالكاميرا فيديو كيفيلموهم، قال لهم تعراوا الى اخره. وهذا انتهاك جسيم للحقوق. ممكن نقول اكثر ديال هذيك المراه اللي كانت معنا، وكنت كنتسنى انه غادي الناس يقولوا اللهم هذا منكر، وان الجمعيات اللي تتحمي حقوق المراه تنوض وتقول حرام هذا الشيء اللي وقع لهذ السيده هذيك، ولكن داك الشيء ما وقعش. فبالتالي القصد ديالي انا هو انه خاصنا نكونوا حذرين من هذا الوهم ديال الدفاع على الحقوق الاجتماعيه بنهك الحقوق السياسيه الاوليه وحقوق حقوق الانسان. ثاني شيء هي الدول اللي كنتكلموا عليها، ملي قلت انه تتكون في مسار التطور ديال واحد المجتمع تتكون واحد اللحظه اللي تتم التكافؤ واعطاء حقوق لواحد الفئه اللي كتكون مضطهده من قبل، انه كيكون بعض الفجور وانزلاقات. هذا مقبول في اطار دوله ديمقراطيه، في اطار واحد الدوله اللي فيها فرق السلطات اللي فيها قضاء مستقل الى اخره. والحال انه المغرب ما كاينش هادشي زعما باختصار بلا ما ندخل في التفاصيل انتم راكم تعرفوها ولا يمكن ما تعرفوهاش. مثلا في حريه الصحافه الا شديت المؤشرات لا ديال فريدم هاوس اللي كيخرجوا من مؤشر على حريه الصحافه ولا مراسلون بلا حدود روبورتير سون فرونتير، غادي تجبروا انه احسن ترتيب المغرب كان في السنوات الاخيره الحسن الثاني، وحنا في واحد الموقع الان اللي هو اوخم من ما كانت عليه السنوات الاخيره ديال الحسن الثاني اليوم. فبالتالي وهذا عمل الدوله. ملي كنقول الدوله كان بصفه عامه، وهنا كاين واحد النقطه اللي خصنا توقفوا عليها، هو انه مع الاسف اضطهاد ديال الصحافه ماشي غير النخب ما يسمى بالنخب المخزنيه. ملي تمنع الجورنال منعوا اليوسفي والبساري والقحص والاشعاري، من الليلة كنت منعات منعوا بن كيران والخلفي. وهذا مرض في بعض الاحزاب السياسيه المغربيه، هما كيخلطوا ما بين الصرامه باش يبينوا انهم حتى هما رجال دوله وما بين التعسف. كيحسبهم الى اضطهدوا صحافه ودادوا الناس في الحبس ومنعوهم راه كيبينوا على انهم قادرين بالمسؤوليه في الدوله، وهذا خطا. ومع الاسف هذه القضيه وقعت مع الاتحاد الاشتراكي ومع بن عبد الله مع البي بي سي الاخر، هي عاوتاني وقعت مع العداله والتنميه، طاحوا في نفس الفخ. وكنتذكر واحد النهار تلاقيت واحد السي ما عرفتش الاسم ديالو، مناضل ديال العداله والتنميه اللي صبح وزير، قلت له الا بغيتي تعرف حالتكم كي غادي تولي الى ما تشاي بالمسائل الاوليه لحقوق الانسان هذا، شوف غادي تشوف الجثه ديال الاتحاد الاشتراكي.
وتذكر انه اليوسف ملي دخل الحكم راه كانت المصداقيه ديالو 10 المرات المصداقيه بن كيران ملي ماشي الحكم الحكومه 10 المرات المصداقيه ديال بن كيران ملي دخل الحكم. هذا ما منعش انه انتم تشوفوا السمعه ديال الاتحاد الشرقي. فبالتالي لما تنتكلم انا على الدوله بالمفهوم الاوسع، معناه ماشي غير النخب اللي دايره بالملكيه، ولكن حتى النخب السياسيه والنخب السياسيه اللي صراحه عندها مواقف اللي انا ما تنعتقدش انه حزب الاتحاد الشرقي كان ولا حزب العداله والتنميه اليوم هما الحزب مو مخزنه 100% وانها بايعه للماتش الى اخره، ولكن ارتكبت هذه الاخطاء اللي هي غادي تخلصها في واحد الوقت. فهذه المساله الثانيه تكلمت عليها الاخت خديجه، هو انه انا بالنسبه لي ومن من يمكن اكبر حافز ومن الحوافز الكبرى هو هذا الشيء منظم في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، واعتبر ان الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان تقوم بدور اساسي والتاريخ غادي يشهد لها بهذا الدور. اشنو هو الدور؟ هي محضن للنقاش السلمي وتضارب الافكار الحقيقيه، ماشي المزيفه، ماشي داك الشيء اللي كتشوف في التلفزيون ديال بالعاني. الناس كيجيو اسلاميين وكيجيو تقدميين وكيتذكروا في المعقول، وملي كينوضوا كيدافعوا على الاسلاميين وكيدافعوا على اليساريين الى اخره. علاش هادشي مهم؟ هادشي مهم لانه ملي كان حتى ملي كندير التحليل ديال ما يسمى برابع الشعوب او الربيع العربي، اش تلقاو انه ملي كوقع فشل، وقع فشل لانه كانت واحد تقاطبيه قصبة داخل المجتمعات، انه تنوصل لواحد الخلاصه انه كاين واحد المعسكر ايديولوجي محافظ اسلامي سميوه كما بغيتو، وواحد المعسكر التقدمي. هذوك الناس ما كيقدروش يهضروا بيناتهم. فاش اشخاصنا خصنا حاكم بين قوسين هو الرجل هذا، هو القدافي، هو السيسي، هو هذه وهذه، لان هاد الناس هذو ما يقدروش يهضروا بيناتهم. خصنا شي واحد اللي غادي يجي هو اللي غادي يقاد لنا هذه المسائل، هو اللي غادي يجعل انه المجتمع غادي. هذه هي الاطروحه في هذا البلاد. بمعنى اخر ان السلطويه تتعيش من التقاطبيه. السلطوي اش تقولين؟ تقولين انتم المغاربه بيناتكم ما تعرفوش تهضروا، وداك الشيء محتاج اني انا ندير شويه العصا وندير هذا وهذا بها باش المجتمع غيبقى غادي بصفه سلميه. وعلاش الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان المستهدفه؟ لانها تدير ان كور سيركول هذا الشيء. كتجيب عباد الله ما محتاج السلطوي غير جلسي في دارك. هاد الناس هذو غادي نجيبهم وغادي نجلسوهم وغادي يهضروا ما بيناتهم وغادي يلقاو شي حل. علاش هاد السيروره هذه مهمه بزاف؟ لانه كاين جانب اخر في النقاش، كاين جانب اخر اللي هو مهم في هذه الحوارات، في التناقضات الفكريه، وهو خاصكم تفهموها بحال المجتمع كيمشي للمدرسه. شتي دابا ملي كينوضوا جوج كيتناقشوا، واحد تقدمي واحد اسلامي، وكيكون داك الشيء علني وكيكون داك الشيء مهذب وسلمي ولو انه كيكون قاسي، الانسان اللي كيكون خارج من هذا كيتعلم ملي كيسمع داك الشيء، وبالتالي لو كيي بوليتيك ديال البلاد تيطلع. فملي كيجي واحد كيقول لك لا انتم ما تقدروش تهضروا بيناتكم، كاين شي مسائل ما خصكمش تقدروا فيها، اش تيدير؟ تيحيد من المجتمع هذيك الاداه باش هذاك المجتمع تيتبنى هذه الاخلاق الجديده العصريه وهذه وهذه، ما كنبقاش في اطار ديال واحد النخبه عصريه تجي تتفرض على واحد المجتمع هذه القيم بين قوسين اللي هي قيم ديال احترام المراه وديال هذه وديال هذه وديال هذه، ونهار تتقلب البدعه كيخرجوا لك الناس كيقول لك هذا الشيء جابوه لنا من برا وهذا الشيء ماشي ديالنا. علاش؟ لان ما تتعطاتش للمجتمع الاساليب والادوات باش هو يتبنى داك الشيء. وهذا الشيء تنطبق على الصحافه. كنعتقد انا من الجرائم الكبرى في عيون السلطه اللي ارتكبتها لو جورنال هبدومادير الصحيفه الى اخره، باش يخرجنا قضايا وهذه، لانه كنا كنحطوا ميكرو وكنجيبوا ناس اللي ما متفقينش بيناتهم وكنقول لهم يلاه سيدي بسم الله. وعلاش؟ بصفه سلميه. علاش؟ لانه ملي كدير هذا العمل هذا تتقول السلطوي راه معني شكرا بارك الله فيك على الخدمه اللي كنخلي هاد الناس هادو راه غادي يوصلوا لي. تما تيوقع التبني ديال هاد القيم، وتما هاد المجتمع تنزل، وكنخرجوا من هاد المعضله اللي البعض كيبغي يفرضها علينا. حنا شعوب متاخره، حنا واحد الشعوب فيها واحد المحافظه فجه، وانه الوسيله الوحيده باش حنا نتعلموا نحترموا الاقليات ونتعلموا نحترموا المراه ولا هذا، خاص شي واحد يجي فوق منا اللي يخلي ضربونا باش عاد غادي نتقابلوا. بهذا الفضاءات، بهذا الفضاء اللي كتعطيه الجمعيه المغربيه للحقوق، الفضاءات اللي كتعطيها جوسو، هذه فضاءات تنتج المواطن، وبالتالي التهجم عليها هو راه ضد هذا البلاد. انا بالنسبه لي ماشي الخيانه، هذه هي الخيانه، هي ملي كتجي للمجتمع وتحيد ليه الادوات باش كينتج المستقبل السلمي، لان هاد الناس هادو كينتجوا المستقبل السلمي. وملي كتشوفوا البلدان اللي انفجر، هي بلدان اللي ما كانوش هذا الفضاء، الناس ما هضروش ما بيناتهم. انا تنعتقد انه من المسائل اللي جعلت ان تونس شيء ما توصلت هذه، كان هذا النقاش من قبل، وخا داروه خارج من الدوله، خارج من سميتو، لا هذا النقاش هذا كان موجود. ثالثا نديروا شويه الماركسيه. الاقتصاد 10 مارس
من بعد ما اتهم التهم بوعشان خرج مقال في الوصف الجنوب، دونك خرج مقال في الوصف الجنوب. كنت كنهضر مع سي سليمان الريسوني وقال لي راه داك المقال هو بحد ذاته خاطر، لان كانت فيه معطيات اللي مازال ما كانش ديك الساعه معلنه، ما كانتش عند القضاء، هو دايرها في المقال ديالو، فبالتالي معناه انه عطاه الملف وقالوا ليه والله اعلم. فخرج مقال في الوول ستريت جورنال كيهضر على ميتو، زعما شوفوا حتى حنا راه عندنا هذه المشاكل وكنحاولوا هذا حقوق الانسان. وملي تقرا داك المقال تيتبين انه الحمد لله اللي عندنا الدوله وعندنا السلطه وعندنا الملكيه اللي كتجعل انه تنحميو المراه الى اخره. بغيت نتي الانتباه لواحد المساله، الوول ستريت جورنال علاش دات في الوول ستريت جورنال؟ كاين جوج ديال العوامل علاش الوول ستريت جورنال كتبغي السلطه المغربيه. العامل الاول هو انه كاين واحد المنحه ما غاديش ندخل فيه بزاف، ولكن كاين واحد المنحه دبلوماسي في المغرب هو كنلعبوا الورقه ديال باش نبقى في الاداب ديال المحافظه الامريكيه اللي عندها واحد التوجه خاص بالنسبه لاسرائيل اخره. هذا هو الوول ستريت جورنال معروف، الوول ستريت جورنال جريده سكيزوفرينيا، عندها في واحد الجانب عندها احسن صفحات اخباريه في الاقتصاد، من احسن الصحفيين في العالم في الاقتصاد والمالكيين في الوول ستريت جورنال، في المقالات ديالهم الاخباريه من احسن ما يكون، ولكن عندهم الصفحات ديالهم ديال الراي وديال الافتتاحيات هي من ذاك المحافظه الفجه ديال الملك، ما كتلقاوش زعما حتى الناس اللي كيدعموا اسرائيل ما كيوصلوش لذاك الحد اللي كتوصل ليه الوول ستريت جورنال. فملي كيجي واحد وكيكتب في ذاك الصفحات زعما شوفونا حتى حنا راه حنا زوينين وحنا مع الى اخره، فهمتوني اش بغيت نقول؟ كاين هذا الجانب، وكاين الجانب الاخر هو ملي كنكتبوا في ذاك الجريده كنقولوا رجال الاعمال راه المغرب راه واحد البلد فيه الليبراليه وفيه احترام ميكانيزمات السوق الى اخره. الحال هو انه الوول ستريت جورنال مع واحد لا فونداسيون سميتها هيريتج فاونديشن، مؤسسة التراث، كيخرجوا كل عام واحد المؤشر سميتو مؤشر الحرية الاقتصادية، اللي كلشي كيعمل به الإخوان هنا اللي كيعملوا في هذا الحقل، كيعرفوا أنه مؤشر مهم ومتين من الناحية الفكرية إلى آخره. فهذا المؤشر كل عام كيديروا واحد الترتيب ديال دول العالم، كيقولوا هذه الدولة هذه فيها الحرية الاقتصادية، وعندهم ما يسمون ب سميتو عندهم واحد قياسات اقتصادية ومؤسساتية اللي تيتبنى عليها هذا المؤشر، من بينها دولة الحق والقانون. فكل دولة كيكتبوا عليها واحد بتي باراغراف، واحد جوج كيقولوا اش كاين. دابا هاد الكلام غنقرا عليكم جوج ديال الجمل. هاد الجمل ماشي انا اللي كنقولهم، ماشي الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتقولهم، ماشي شي جمهوري مغربي اللي كيقولهم. هاد الكلام تتقولوا الوول ستريت جورنال، الجريدة اللي كيبغيو هما، تتكلم على دولة الحق والقانون في المغرب. اش تتقول؟ السلطة القضائية ليست مستقلة عن القصر، ماشي عن الحكومة، عن القصر، وتستخدم المحاكم لمعاقبة المعارضين للحكم. وعلاش هادشي مهم خصنا نهضرو فيه اليوم؟ لأنه اش غادي يفرز؟ ملي كنشدو اش وقع في الربيع العربي، وكنعتقد يمكن إلا كان شي إجماع على شنا هي الأسباب ديال الربيع العربي، هو المسألة ديال الشبان العاطلين في المدن. هذا ملي كتشدوا العالم العربي فيه مؤشر واحد اللي كيميزوا على العالم الاخر. خذوا كاع المؤشرات ديال المجتمع وديال الاقتصاد هذا، غادي تلقاو انه كاين سميتو كاين تقاطع ما بين هذه المنطقه اللي كنقول العالم العربي، ما بين الشرق الاوسط وشمال افريقيا والعالم، من غير واحد المؤشر اللي الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوحدهم، واحد لاكاتيجوري بوحدهم. شنو هو؟ هو بطاقه الشباب في المدن. الى قبلتوا الطرح اللي كيقبلوه بزاف ديال المحللين، غادي تشوفوا انه كان هذا المؤشر كان عالي في مرتفع في 2011، تفاقم من 2011 الى اليوم. فبالتالي هذه الاطروحه اللي جابونا جديده اللي منخرطه فيها العداله والتنميه، ومنخرطه فيها الناس اللي فرحوا بالدستور، اللي فرحوا بهذه وبهذه بهذه، راه هذا الشيء ديالهم راه ما خدامش. بمعنى اخر، الاسباب اللي جابت 2011 راه عاد زاد تفاقمات، ما يعني هذا انه راه مازال جايه عاوتاني، ويمكن بقوه اكثر. وملي غتجي ساعه الفرز، ديك الساعات غادي نقولوا فين هي، فين هما الفضاءات اللي جعلت اننا نهضروا ما بيناتنا، فاش ملي غادي نجيو ما غاديش نوليو ليبيا، هادشي اللي غيرجع على ليبيا، ماشي انه عندنا حيت ما عندناش واحد البوليس اللي هو صارم ومتعصب، لان ما عندناش فضاءات اللي المغاربه تيهضروا بالايديولوجيات المختلفه ديالها الى اخره، تيهضروا ما بيناتهم بكيفيه سلميه. واخيرا من المظاهر الخطيره جدا اللي وقعت الان،
هو الهجره ديال 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 النخبه ديال المغرب. الا ملي كنهضر على ان انجينيور على مهندس اللي عاد تخرج كاين الحوايج وكيمشي راه هذيك نخب، راه هذيك نخب المغرب. نخب المغرب ماشي غير الناس اللي عندهم الملاير واللي عندهم مدرسه، هاد الناس هادو راهما نخب المغرب. وتنعرفوا انه اليوم هذه ولات مساله خطيره جدا، وكانت دراسه مؤخرا ماشي انا اللي قلتها، شي وزير هو اللي دار بها، هو انه ملي داروا ابحاث ودراسات باش يعرفوا علاش هاد الشبان اللي كيتكونوا بالفلوس المغاربه كيتكونوا بالضرائب المغاربه كيجمعوا حوايجاتهم وكيمشيو برا، المساله الراتب كتجي هي في المرتبه الرابعه. اشنا هي الاولى؟ لا كاليتي دو في. علاش؟ ملي انت تكون قريتي ما عندك ما بينك وبين السياسه غير خير والحسان، قريتي مع راسك ومشيتي وليتي مهندس الى اخره ودرتي عائله وهذا، انت تشوف ان الدوله تتفرع البيبان على عباد الله تدخل عليهم بالكاميرات، ملي تشوف الدوله تدير هادشي اللي تدير ل 24 الاخر تقول انا عندي واحد الكفاءات معولمه، هذاك لو كود اللي علموني ندير في هذا انجينيور راه كيخدم عليه في باريس ويخدم عليه في تورونتو ويخدم عليه، مالي انا نبقى مع القرع مسكي راسو في هذا البلاد اللي جاي وتعسفوا تنجمع حوايجاتي وتنمشي. وبالتالي الرساله الدوله اليوم هي الدوله راه المعارك اللي كتخوضي ضد هاد الافراد راكي غادي تربحيها لان ما قديش عليك، ولكن هاد المعارك اللي كتربحي راه الثمن ديالها هي انك خسرتي الحرب وخسرتي البلاد الحرب، لانه غدا ملي غتجي ما غتلقاي مع منتبه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.